معانا قائمة نادي الزمالك الأفريقية اللي هيشارك بيها في الكونفدرالية موسم 2024-2025، واللي شهد تواجد الظهير الأيسر محمود بينتيك اللي هو المدافع اللي لسه متعاقدين معاه، لكنه مش هيشارك في دور ال 32 لأنه البطاقة بتاعته اتأخرت. وهنقول لكم الأسامي يلا حالا، ونبتدي مع بعض على طول بحراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي عمر عبد العزيز ومحمود الشناوي، بينما في خط الدفاع عمر جابر الناشئ أحمد محمود وحسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي والونش طبعا، وكمان موجود مصطفى الزناري واحمد مجدي واحمد فتوح حسن ابو المعاطي ومحمود بينتك، بينما في خط الوسط نبيل دونجا ومحمد شحاته محمد السيد الناشئ محمد السيد وزياد كمال ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وموجود احمد حمدي ربنا يشفيه ومحمد عاطف وسيد نيمار، وموجود كمان ناصر ماهر وعبد الله السعيد واحمد عبد الرحيم ايشو برده ناشئ، وموجود احمد زيزو، بينما في خط الهجوم موجود مصطفى شلبي وموجود سيف الجزيري وموجود حسام اشرف وموجود ناصر منسي وموجود سامسون اكينيولا. معظم القايمه لعيبه ناشئين، والقايمه كمان شهدت تواجد لعيبه كتير ارتبط اسمها بالرحيل عن نادي الزمالك طبعا، زي سامسون اكينيولا وزي كمان زياد كمال اللي قالوا ان هو هيرجع انبي، فطبعا كده معناهم ان هم مكملين مع الفريق في الموسم الجديد. هنشوف نادي الزمالك هيقدر يعمل ايه في الكونفدراليه بالقايمه ديت، خصوصا الكونفدراليه السنه دي فيها فرق كتير قويه وفيها فرق كتير صعبه، بفرق بالذات شمال افريقيا اللي السنه دي موجوده في الكونفدراليه كلها فرق قويه، سواء الاسيويه او المغربيه او الجزائريه او حتى الفرق الليبيه. هنشوف وهنتابع الزمالك هيقدر يعمل ايه، طبعا بيشارك من مصر كمان مع الزمالك نادي المصري البورسعيدي، كل توفيق للزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدراليه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تشتركوا معانا وتدعمونا، اتمنى لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.